طلابي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد في مساق محاسبة مالية 2. اليوم إن شاء الله هنستكمل شرحنا، هنتناول وحدة جديدة وفصل جديد اللي هو الفصل الرابع، جرد الأصول المتداولة، الأوراق المالية والمدينون. طبعا الهدف من دراسة هذه الوحدة توضيح مفهوم الأصول المتداولة، معرفة ما هي الأوراق المالية، المعالجة المحاسبية للأوراق المالية من شراء وبيع، المعالجة المحاسبية للديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها والديون الجيدة، طرق تقييم بضاعة آخر المدة، المخزون السلعي، تمام. طبعا الطرق هذه اللي هي الوارد أولا صادر أولا، وفي طريقة الوارد أخيرا صادر أولا، والمتوسط المرجح. ما علينا، إن شاء الله لما نجي هنتناولها بالتفصيل. طبعا عنوان وحدتنا اللي هو جرد الأصول المتداولة، ما هي الأصول المتداولة؟ الأصول المتداولة هي الأصول التي يمتلكها المشروع أو يحصل عليها بهدف الاتجار بها، تمام، وإعادة بيعها للغير، تمام، والاستفادة من إعادة البيع في تحقيق الربح وليس الاحتفاظ بها. وهذا الفرق الجوهري اللي بينها وبين الأصول الثابتة. الأصل المتداول اللي هو زي البضاعة، تمام، أصول يحصل عليها المشروع بغرض الاتجار بها، أنا بجيب لي بضاعة بشتريها عشان أقوم بإعادة بيعها، ومن ثم، تمام، أستفيد من فرق السعر بين الشراء والبيع، ما بين التكلفة والبيع، في تحقيق هامش ربح. لكن لو اجينا للاثاث او السيارات او الالات، احنا بنشتريها بهدف الاحتفاظ بها للمساعده في العمليه الانتاجيه. طيب، عمليه جرد الاصول المتداوله كيف بتتم؟ غالبا ما بتتم جرد الاصول المتداوله، تمام، الا من خلال عمليه المقارنه بين الرصيد الدفتري الموجود المسجل بالدفاتر، تمام، ومقارنتها بالقيمة السوقية لإلها، تمام، ونشوف هل هو في ربح متحقق، يعني في ربح ممكن يتحقق في عملية البيع أو لا، أو خسارة ممكن برضو واردة، أو إنه الجار تبعها يتم زي ما بيصير في البضاعة بطابق ما بين الأرصدة الموجودة في الدفاتر والأرصدة الموجودة في المخازن إلى آخره. طبعا إحنا عندنا أكتر من موضوع في الأصول المتداولة، تمام، هنتناول في الوحدة هذه جرد الأوراق المالية، جرد أوراق القبض، جرد المدينون، جرد بضاعة آخر المدة. أما الخامس والسادس جرد الصندوق والبنك، اللي هو هيكون في الوحدة الخامسة التي تليها، تمام، كجزئية ثانية اللي هو جرد الصندوق وجرد البنك. طيب، جرد، نيجي لأول موضوع من الأربعة في الوحدة هذه اللي هم جرد الأوراق المالية. ما هي الأوراق المالية؟ واللي بنختصر لها في الحل بألف دوت ميم. ما هي الأوراق المالية؟ قال لي الأوراق المالية هي الأسهم والسندات، الورقة المالية إما أن تكون سهم أو سند، زي ما بنسمع عن أسهم شركة جوال، أسهم شركة الوطنية أو أريدو، شركة الاتصالات، أسهم، تمام. نسمع عن شركات المساهمة، لما بنقول شركات مساهمة بنقول رأس مالها عبارة عن أسهم، من حملة الأسهم، نسمع مصطلحات زي هيك. الأسهم أو السندات، بنسمع والله شركة أصدرت سندات، بنسمع لما بيجي موضوع الحرب على العراق، بنسمع إن قامت الأمريكا الحكومة الأمريكية بإصدار سندات الخزينة الأمريكية وبيعها للجمهور لتمويل حربها على الإرهاب أو على العراق. يمكن اللي بيوعى للأمور هذه أو بتابع الأمور السياسية بيسمع بالأمور هذه. الأسهم والسندات، تمام، هي الأوراق المالية، هي أسهم وسندات يصدرها مين؟ قال لك شركات المساهمة العامة، تمام. بينفع شركة أشخاص تصدر لك سهم لأنها أساسا رأس مالها، طبعا لطلاب المحاسبة هذا قدام، لكن في النهاية
هي غالبا ما بتتم الاوراق الماليه اصدارها الا من خلال اما ان تكون شركات مساهمه عامه او حكومات، زي ما قلنا سندات الخزينه الامريكيه هي سندات حكوميه من الحكومه الامريكيه ايام حرب العراق اصدرتها. طيب ليش بتصدرها الاوراق الماليه؟ الاوراق الماليه هذه لها طرفين، طرف المصدر والطرف اللي بيشتريها. المصدر غالبا ما بيصدر هذه الاوراق الماليه الا انه عشان بده تمويل، تمام، بده تمويل، لازم تمويل للتوسع في انشطته في مشروعاته، تمام، الى اخره. ولقى انه الاقتراض مثلا تكلفته عاليه، ضماناته عاليه كذا، فبيلجأ احيانا لاصدار اوراق ماليه على شكل اسهم بانواعها او سندات. طيب الطرف الاخر اللي هو بيشتريها هذا بيكون طرف لديه فائض في الاموال غير المستثمره. فايش بيسوي؟ بيروح بيشتري هذه الاوراق الماليه، تمام، بهدف تحقيق الربح، سواء من عمليه بيعها، تمام، او الاحتفاظ بها مثلا لعند استحقاقها زي السندات وياخذ عليها الفائده السنويه تاعتها. يعني في ناس بتشتري الاسهم وتضل مسجلها باسمها، او السندات لعند وقت استحقاق السند، وهو ايش؟ السند عليه فائدة سنوية بيحصلها كل سنة كل 6 شهور، بيروح بقبض الفائدة تاعتها الربيت. أو سهم إنه بيشتري أسهم شركة وبضله متملك فيها هذه الشركة، الشركة إيش بتحقق أرباح، وكل ما يوزعوا أرباحها حملة الأسهم بيروح بياخد الأرباح. وفي ناس سماسرة مثلا، تمام، تجار زي تبع السيارات اللي بيشتري سيارة بظبطها ببيعها تاني يوم، بعد أول بيعة تجيها بزقها زي ما بنحكيها بالعامية، يعني نفس الفكرة. هاد اسهم سندات اول ما بيطلع سعرها او بيظبط معاه على طول بيبيعها وبيحقق ربحها، فبيعمل عمليه تنويع في الاستثمار، تمام، للاموال لديه. طيب فقال لي الاوراق الماليه حسب الغرض منها. اذا كان الغرض منها الاحتفاظ حتى تاريخ استحقاقها واللي بيزيد عن اكثر من سنه ماليه تعد اصول ثابته، بنحطها بنصنفها ضمن الاصول الثابته لانه الهدف منها الاحتفاظ وليس اعاده البيع. لكن اذا كان الهدف منها، تمام، الهدف منها انه اشتريها عشان ارجع ابيعها في اقرب فرصه يرتفع فيها السعر على طول ابيع، هان تعد اصل متداول، تمام، واللي غالبا بيكون عمرها اقل من سنه ماليه 12 شهر، أو مدة إبقائها لدى الشركة أقل من 12 شهر. وفي هذه الحالة لما تكون أصل متداول ومعرضة للبيع في أي لحظة، تمام، بيكون عملية ارتفاع وانخفاض أسعارها يؤخذ بعين الاعتبار، تمام، وحسب الأعراف المحاسبية والمبادئ والقواعد اللي هو مبدأ الحيطة والحذر، تمام، بقول لك ساعتها بدك تاخدها بعين الاعتبار. طيب ايش القيم اللي انا ههتم فيها لما اتعامل في موضوع الاوراق الماليه؟ قال لي عندك 3 قيم بدك تاخدها بعين الاعتبار. اول حاجه القيمه الاسميه. ايش هي القيمه الاسميه؟ قال لك هي القيمه المطبوعه على الورقه الماليه، تمام، عند اصدارها من شركات المساهم او الحكومات، تمام. يعني لما انا اروح اشتري سند اصدرت الحكومة الامريكية مثلا مكتوب عليه 100 دولار، القيمة الاسمية للسند 100 دولار. اشتريت انا مثلا 1000 سند ب100 ألف دولار، القيمة الاسمية، مجموع القيمة الاسمية للسندات 100 دولار في 1000 سند. اي طب ايش هي القيمة الدفترية؟ قال لك هي عبارة عن تكلفة شراء الورقة مضافا اليها اي مصاريف اخرى. يعني من الاخر هي عبارة عن القيمة الاسمية اللي هي تكلفة شراء الورقة مضافا إليها لو أنا مثلا اشتريتها عن طريق سمسار، عن طريق شركات وساطة وما آخره، تمام، بدي أضيف عليها هذه التكاليف. فإذا القيمة الدفترية هي عبارة إما أن تكون مساوية للقيمة الإسمية أو أكبر من القيمة الإسمية. يعني القيمة الدفترية عبارة عن القيمة الإسمية مضافا إلها، تمام، أي تكاليف ومصاريف أخرى. قال لك طيب، قال لك القيمة السوقية، قال لك هو سعر الورقة في السوق فيما لو بيعت في ذلك التاريخ. ايش يعني القيمة السوقية؟ قال لك انا اشتريت سند ب100 دولار وكلفني كل سند، اقول لك اشتريت لك 1000 سند،
100 سند يا سيدي بلاش 1000، تمام، ودفعت عليه كل سنة دولار عمولة سمسار. 100 سند في 100 دولار هي 10000 دولار، ودولار في كل يعني هي 10000 و100 دولار طلعت علي تكلفة السندات اللي هي القيمة الدفترية. ببدأ أتابع إذا أنا هبيعها سعرها في السوق هيجيب لي أكتر من 1100 دولار مثلا، 10100 دولار هينا بعنا، أقل لا خليها اصبر شوية. تمام، قال لك إلى حين أن يأتي 31/12، إلى حين أن يأتي تاريخ 31/12 الفيصل، تاريخ الفيصل. قال لك بتيجي في 31/12 وبتشوف السعر السوقي للأوراق المالية هذه، أي أوراق مالية؟ قلنا الأوراق المالية المراد من شرائها إعادة البيع لتحقيق الربح، مش المراد من شرائها الاحتفاظ بها إلى حين استحقاقها، لا، قال لك الأوراق المالية اللي أنت بتكون شاريها وبدك تبيعها في أي لحظة بيطلع فيها السعر، قال لك هذه الأوراق يوم 31/12 بدك تيجي وتعمل التالي. ايش هو التالي؟ قال لك بدك تروح تشوف السعر السوقي تبعها. قلت له طيب، ولما اشوف السعر السوقي تبعها؟ قال لك قال لك مبدأ الحيطة والحذر بيقول لك يا سيد العزيز، اذا كانت القيمة السوقية مساوية للقيمة الدفترية، تمام، قال لك يا دار ما دخلك شر، ما فيش اي مشاكل، الامور ماشيه سيبها زي ما هي ماشيه. قلت له طيب، طب لو كانت اعلى القيمه السوقيه، لو انا لقيت ان السعر اعلى، يعني لو بدي ابيع بدي اربح، بس انا لا طمعان لسه لقدام بشويه، قلت لكمان يومين ثلاثه السعر هيطلع. قال لك حتى لو ربحان، قال لك مبدا الحيطه والحذر، قال لك ما تاخدش الارباح في عين الاعتبار، يعني كانها مش موجوده مش ممكن يعني. قلت له طيب، قال لك نفس الحالة كأنك ايش يا دار ما دخلك شر، ما فيش اي مشاكل. طيب قال لك وين المشكلة؟ قال لك لو سألت في السوق ولقيت انه السعر السوقي اقل عليك من القيمة الدفترية، يعني انا شريتهم ب 10100 دولار ولقيت لو انا بدي ابيعهم في السوق بيجيبوا لي 9000 دولار، هان انا ما بعتش. قال لك لو بدك تبيع هتخسر. قال لك مبدأ الحيطة والحذر يا عزيزي، هان بدك تقف وتتخذ القرار. قرار ايش؟ قال لك انك انت هان بدك تاخد في عين الاعتبار هذه الخسارة المتوقعة. مبدأ الحيطة والحذر بقول لك حتى صح انت ما بعتش، لكن برضو الخسارة هذه بدها تتاخد في عين الاعتبار في 31/12. بي نيجاتيف، ايش يعني؟ بيكون سلبيا. قال لك كأنك بعت وخسرت، بدك تاخدها في عين الاعتبار حتى لو ما بعتش، حتى لو ما بعتش. طب ايش هي الاعتبار اللي انا بدي اسويه؟ قال لك بدك تكون مخصص اسمه مخصص هبوط اوراق مالية، وقيمة المخصص هذه بتكون عبارة عن الفرق بين سعر الدفتر القيمة الدفترية وسعر السوق او القيمة السوقية، ال10100 القيمة الدفترية وال9000 اللي هي القيمة السوقية. وقال لك انتبه معي كويس، قال لك في حال تكوين المخصص لأول مرة بيكون القيد من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مخصص هبوط أوراق مالية. يعني احنا قلنا 10100 دولار والقيمة السوقية 9000، قال لك هي 1100 دولار بدك ايش؟ بدك تسجلها، تكون مخصص بال 1100 دولار. إذا أول قاعدة، قاعدة رقم واحد في الوحدة الرابعة عنده، وهذا هتلزمنا لقدام في كل المواضيع اللي جاية في نفس الوحدة اللي احنا حكينا عنهم، تمام، الست نقاط الرئيسية اللي احنا هنشرحهم في الوحدة الرابعة والخامسة نفس فكرتهم الحين، ركز مع الحين، افهم الدرس الحين، هتريح حالك في النقاط الجاية كلها. قال لك قاعدة رقم واحد عند تكوين أي مخصص، واللي من ضمنها مخصص هبوط أوراق مالية، قال لك عند تكوينه لأول مرة يتم تسجيل قيد محاسبي من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب المخصص اللي بدك إياه، مخصص هبوط أوراق مالية. هنشوف النقطة اللي بعديها اللي هي مخصص خصم أوراق قبض إلى آخره. فقال لك
مخصص هبوط أوراق مالية، الأرباح والخسائر في الطرف المدين والمخصص في الطرف الدائن، ويتم تكوينه بكامل المبلغ، لأنه لأول مرة 10,100 ناقص 9,000، 1,100 بتدعم إيش؟ أرباح وخسائر، تمام، ب 1,100 دولار إلى حساب مخصص هبوط أوراق مالية. إذا عند إنشاء المخصص لأول مرة يسجل قيد من حساب الأرباح والخسائر إلى مخصص هبوط أوراق مالية، والقيد مبلغ القيد يكون بكامل قيمة المخصص اللي هو زي ما قلنا مثلا 1,100 دولار. طيب قاعدة رقم 2، قال لي في حالة وجود مخصص سابق، يعني على افتراض ان انا كنت عامل مخصص سابق للأوراق المالية، تمام، عند احتساب قيمة المخصص في نهاية السنة يتم الزيادة أو النقصان التخفيض بالفرق بين المخصص السابق والمخصص الحالي. مش فاهم يا أستاذ؟ أبسطها لك. إحنا اتفقنا، قلنا أجيت آخر السنة ولقيت إن أنا المخصص، إن أنا عندي فرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية 1,100 دولار، في خلاف على هذا الكلام؟ قلت لك لا. قال لك افترض ان انت كان عندك مخصص سابق، يعني قبل هيك انت كنت شغال في الاوراق الماليه وفاتح حساب مخصص هبوط اوراق ماليه وله رصيد سابق عندك وليكن 500 دولار. انا عندي رصيد سابق 500 دولار، تمام، ولما اجيت اخر السنه هذه بدي اعمل المخصص بقيمه 1,100 دولار، قال لي استنى انت اول مره تعمل مخصص. قلت له استنى اشوف، لا والله في عندي مخصص سابق. قال لك بقديش المخصص السابق عندك؟ قلت له ب 500. قال لك وانت المخصص الجديد بدك اياه بقديش؟ قلت له والله ب 1,100. قال لك اذا بدك تزيد المخصص من 500 ل 1,100، يعني 1,100 ناقص 500 قديش؟ 600. قال لك اذا بدك تزيد المخصص بالفرق اللي هو 1,100 ناقص 500، بيطلع من حساب الارباح والخسائر الى حساب مخصص هبوط اوراق ماليه 600 600. هيك كان عندك 500 قدام وعندك 600 جداد، صار عندك قيمة المخصص المطلوب اللي هو 1,100. قلت له تمام. لاحظوا قيد الزيادة وقيد الإنشاء لأول مرة نفس القيد، من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب المخصص، بس عند الإنشاء بكامل المبلغ، عند الزيادة بالفرق بين المبلغ القديم والمبلغ الجديد. طب عند التخفيض، قال لك أول حاجة بدك تعكس القيد من حساب مخصص هبوط اوراق ماليه الى حساب ارباح وخسائر. قلت له كيف يعني يا استاذ تخفيض؟ قلت له احنا مش قلنا ان احنا كان عندنا ان احنا الاوراق الماليه بتاعتنا تكلفتها القيمه الدفتريه 10,100؟ قال لي كلام سليم. قلت له طب يا سيدي واحنا لقيناها في السوق 9,000؟ قال كلام سليم. قلنا اذا صار عندي في فرق خساره متوقعه 1,100. قلت له كلامك سليم 100%. رحت انا بدي اشتغل اسجل قيد اني اعمل المخصص ب 1,100، قال لي ستوب، انت رجعت دفاترك وتاكدت في رصيد سابق ولا لا؟ قلت له استنى. رحت فتحت لقيت انا في عندي مخصص سابق للاوراق الماليه بقيمه 1,300 دولار. قلت له استنى استنى استنى، والله هي زلمتنا كان شغال وكان عنده اوراق ماليه قبل، تمام، وكان عامل لها مخصص ب 1,300. طيب اذا رصيد المخصص عندي 1,300 الرصيد القديم. قلت له يا عمي انا كل اللي بدي اياه بس 1,100. قال لك اذا بدك تخفض بالفرق قديش؟ قلت له 1,300 ناقص 1,100 يبقى بدنا ننقص 200. اذا هيكون القيد من حساب مخصص هبوط اوراق ماليه الى حساب الارباح والخسائر بقيمه 200 200. نيجي للعملي، نيجي لشرح الموضوع عمليا. قال لي يا سادة يا كرام، هي الاستثمارات في الأوراق المالية اللي هو قصده، طبعا الأوراق المالية شرحناها قبل هيك، لما عند عملية شرائها، لما أنا أشتريها على اعتبار إن أنا اشتريت أوراق مالية. قال لك في 4/4/2010 تم شراء 1000 سهم، قيمة السهم 10 دنانير، وذلك بمبلغ 10,000 نقدا. والله رحت اشتريت، لقيت شركة طرحة أسهم للبيع، رحت شريت.
قديش اشتريت؟ قلت له والله اشتريت 1000 سهم بقيمة 10 دنانير نقدا. ايش القيد بده يكون؟ من حساب استثمار في اوراق مالية الى حساب الصندوق 10000 10000. بعد 5 ايام الحق الا بيقولوا لي الحق السهم اللي انت اشتريته ب 10 صار ب 12. رحت على طول قلت يا فكيك بيع، استناش، عصفور في الايد ولا 10 على الشجرة. 1000 سهم ضرب 12 اي 12000، اذا من حساب الصندوق 12000 الى الاستثمار قيمة الدفترية هم ما بتتغيرش، بروح بنزلها زي ما هي، هي مدينة عند الشراء عند البيع بخليها دائنة، والفرق 12000 ناقص 10 بيضل عندي 2000 اللي هو ربح استثمارات في اوراق مالية. طيب نيجي لصميم موضوعنا اللي هو اخر السنة لما ضلي محتفظ فيهم تمام وما بعتهمش. قال لي في 31/12/2008 بلغ رصيد الاوراق الماليه في ميزان المراجعه، هذه القيمه الدفتريه، لما يقول لك رصيد ميزان مراجعه رصيد في الدفاتر قيمه دفتريه 1400، قال لك واحنا في اخر السنه سالنا قديش الاوراق الماليه هذه بتسوى، قال لك والله في السوق بتسوى قديش؟ 1360 دينار، يعني لو بعتها بخسر، قال لك بتخسر. قديش بخسر؟ قلت له القيمه الدفتريه 1400 ناقص 1360 بخسر 40 دينار فيها. قال لك ستوب، قال لك 40 دينار خسارة متوقعة على طول، بدك تعمل مخصص. قلت له تمام، بسأل في مخصص سابق يا عم الداني؟ قال لي لا، قال لك مخصص لأول مرة، إذا بدي أعمل قيد إنشاء مخصص من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مخصص هبوط أوراق مالية. وهي يا عمي الترحيل من حساب طبعا إلى حساب مخصص هبوط، هي من حساب أرباح وخسائر 40، طبعا ال40 المخصص طبعا يرحل الى الميزانيه العموميه اما في جانب الالتزامات وفي طرق اخرى يتم طرحه من قيمه الاصل نفسه زي ما شفنا في جرد الاصول الثابته. الامر سيئ، وهي تصوير الارباح والخسائر طلع معي في الميزانيه العموميه، هي اوراق ماليه قيمه دفتريه 1400، وحط لك زي ما عملنا في الاصول الثابته مخصص او مجمع اهتلاك الاصول، قال لك هاي اوراق ماليه يندرج تحتيها بالسالب مخصص هبوط اوراق ماليه 40، بضل 1360. يعني الرصيد صافي الرصيد اللي بده يظهر، ركزوا معي عشان تعرف ان حلك صح، صافي الرصيد اللي بده يظهر في الميزانيه العموميه الصافي هذا بده يكون مساوي عندك للسعر السوقي عشان تتاكد ان حلك صح، انه انا هان معنى ان اخلي صافي القيمه مساوي للسعر السوقي اللي حكى عنها في السؤال. طيب مثال رقم ثلاثة، هي على افتراض انه في مخصص سابق، هذا المثال على افتراض انه في مخصص سابق. قال لي عندك اوراق مالية قيمتها 3000 القيمة الدفترية وفي لها مخصص سابق 400. قال لك عند الجار تبين انه سعرها السوقي قديش؟ 2500. باجي بقول له يا خراب البيت، هي علي ب 3000، لو بدي ابيعها 2500 يعني انا فعليا عندي خسارة متوقعة بقيمة 500. يا ولد بدنا نعمل يا محاسب مخصص هبوط بقيمة 500. قال لك جاهز، يلا من حساب الأرباح والخسائر. قلت له استنى استنى وين رايح؟ قلت له اتأكد لي في مخصص. قال اه والله في مخصص 400. قلت له انا بديش المخصص 400، انا الحين صار بدي المخصص ب 500، اذا بدي اخذ الفرق بين المخصص المطلوب الجديد والمخصص القديم. اذا انا عندي مخصص بدي اياه بقيمة 500، في له قيمة سابقة 400، 500 ناقص 400 معناها انا بدي ازوده بس بقديش؟ 100. اذا بدي يكون القيد من حساب ارباح وخسائر الى حساب المخصص 100 100، زدنا المخصص بقيد بقيمة 100، هيك صار عندي رصيد سابق 400 وعندي الى حساب ارباح وخسائر من حساب الى حساب مخصص من حساب ارباح 100، صار عندي الرصيد قديش؟ 500. طبعا ارباح وخسائر هيو عندي موجود فيش عليه اي خلاف، طلع 3000 ناقص 500 صار صافي القيمة 2500، يعني مساوية للقيمة السوقية، حلي هيك بيكون صح. طب الحالة الثالثة، لو انا بدي انقص تنقيص، قال لك انت عندك اوراق مالية بقيمة 3200 دينار تمام؟ قلت له تمام. قال لك وعند الجار تبين انه القيمة السوقية قديش؟ 3050. قلت له يعني انا 3200 ناقص 3050 معناها انا عندي خسارة متوقعة قديش؟ 150.
طب انا قديش عامل مخصص؟ قلت له انت عامل مخصص بقيمة 200. قال لك لا، بدك تخلي ال 200 هذول 150. قلت له يبقى بدنا ننقص المخصص قديش؟ 50 من حساب مخصص هبوط الى حساب اوراق ارباح وخسائر 50 50، وهينا رصيد سابق 200 من حساب مخصص هبوط الى حساب ارباح وخسائر 50، اذا الرصيد عندي 150. طبعا الارباح والخسائر زي ما هي، اوراق ماليه 3200 ناقص 150 اللي هو رصيد المخصص، بيطلع عندي صافي القيمه 3050 مساويه للقيمه الدفتريه. طيب لا نفترض ان احنا بعنا الاوراق الماليه، قال لك بيع الاوراق الماليه تمام زي ما اخذنا المثال اللي فوق، الاستثمار في اوراق ماليه لما بشتريها من حساب الاستثمار في الاوراق الماليه الى حساب الصندوق او البنك الى اخره، لما ابيعها بعكس القيد من حساب الصندوق او البنك الى حساب الاستثمار في اوراق ماليه. مثال رقم واحد اللي اخذناه في حاله الربح، قال لي من حساب البنك او الصندوق الى حساب الاستثمار في اوراق ماليه ال 10000 وربح 2000 بيع اوراق ماليه. طب في حاله الخساره، قال لك الربح دائن تمام، الربح دائن تمام، الخساره ايش بتكون؟ مدينه. طبعا الارباح الربح والخساره هدول الايراد والمصروف زي ما حكينا حسابات وهميه تقفل في حساب الارباح والخسائر. المهم في حاله الخساره، قال لك الخساره بتظهر وين؟ في الجانب المدين. يعني لو رجعنا للمثال الاول، هو عليه الاسهم ب 10000 باعها ب 9000، معناها هيكون القيد من حساب البنك 9000، قبض 9000 ثمنها الى حساب الاستثمار في اوراق ماليه 10000، الفرق بضل 1000 في الجانب المدين خساره بيع اوراق ماليه زي ما بنبيع الاصول الثابته اخذناها قبل هيك تمام. قضيه بسيطه ليست جديده. هيك بنكون انهينا النقطه الاولى في شرحنا اللي هو موضوع جرد الاوراق الماليه. اللقاء القادم ان شاء الله جرد اوراق القبض. طبعا ماشي هالاختلاف الكبير، بس اليه الاحتساب قيمه المخصص هتختلف بشغل بسيطه بس، لكن نفس المعالجه المحاسبيه. يعطيكم العافيه ونهاركم سعيد، وان شاء الله نتقابل في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.